جميل يا ماضي اللي انت ماضي عن عقولنا راجل في بالنا عاشي خيالنا على طول شاغلنا في كل زنقة في كل خنقة نقول يا ريت تقدر تجيلنا يا جميل يا ماضي اللي انت ماضي على عقولنا راجل في بالنا عاشي خيالنا على طول شاغلنا تجينا هوبا تشيلنا وتنقلنا ليك من غير شقاء نفرح بقى ونتهنى بيك ولا احنا خلاص بقينا تقال جدا عليك ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي ولا خلاص وراح ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي يمكن نلاقي الرد مسطوح عم صلاح يلا بينا في قلب البيوت ناس بتضحك وناس بتبكي وناس بتشكر وناس بتشكي وناس بتصرخ بأعلى صوت وناس تانيين غرقانين في الخوف يا عيني وفي السكوت وناس جديدة بتتولد وناس تموت سنة الدنيا يا خاي الكل ميت والله حي الله حي وانا قاعد فوق سطوحي ويا روحي شويه بسرح في اللي فات وشويه بحلم باللي جاي واللي جاي هنشوفه سوا كمان شويه يمكن نلاقي صراحة. يلا بينا ليلتكم سعيدة يا اخويا الواحد مش عارف الدنيا هتروح بينا على فين تاني بعد هوجة الاختراعات الفظيعة اللي عمالة تظهر كل يوم كل ما الواحد يشوف اختراع ويقول النهاردة بقى خلاص يطلعوا باختراع جديد أنقح من اللي قبله يعني مثلاً ثورة الاتصالات والتكنولوجيا دي اللي عمالة تطلع كل يوم العالم خلاص بقى قرية صغيرة هيروحوا بينا فين تاني هيقربوا الناس لبعض أكتر من كده إيه هتوصل لك المعلومة أسرع من كده إزاي يا ماهر يعني تخيلوا حضراتكم ان اختراع زي بتاع الحمام الزاجل ده انتهى خلاص لا عاد فيه زاجل ولا عاد فيه حمام دلوقتي يا حضرت انت ممكن تبقى في القاهرة وتبعت جواب لواحد في اسكندرية وبيوصل له الجواب فعلا زي ما انت كاتبه بالظبط بنفس الكلام اللي انت بعته وبنفس خط ايدك في خلال أسبوع بمجرد إن أنت تحط الجواب ده في ظرف وتحط عليه طابع بوستة وتنزل بتاعت البيت تحطه في صندوق البريد تخيلوا يا ماهر والأنقح من كده بل والأفتك إنك ممكن توصل كلامك وأنت في القاهرة لإسكندرية في نفس الوقت في حاجة كده اسمها التلغراف
بيوصل في ساعتها، بس بيبقى الكلام أقل والسعر زيادة شوية. في خيال أعلى من كده؟ ده كده بقى فاضل إن يبقى فيه تليفون في كل بيت، وأي حد عايز تكلمه تتصل به بسهولة جدا من غير ما تضطر إنك تنزل تكلمه من على القهوة، أو هو ينزل يرد عليك من البقال اللي تحتيهم. سبحان الله يا ماهر. وتبقى نكتة بقى حضرات لو هو بيكلمك في التليفون ويشوفك كده، بقى نقول على الخصوصية يا رحمن يا رحيم يا ماهر. تخيلوا ان ده ممكن يحصل فعلا وانا قاعد فوق سطوحي ويا روحي، بسرح شوية في اللي فات واحلم شوية باللي جاي، واللي جاي هنشوفه سوا كمان شوية. أشوفكم بعد بره. مساء الخير يا ماهر. الصبح عم صلاح يلا بينا. شكرا يا ماهر، روح انت. احنا كنا بنقول ايه؟ ايوه، كنا بنتكلم عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا الحقيقة اختراعات ليها العجب، سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. الاختراعات دي ليها فوائد كثيرة جدا. يعني مثلا احنا ضربنا مثل بسيط اهو، الجوابات. شوفوا الجوابات قربت الناس من بعضها ازاي، وتقدر تبعت جواب لاخوك ولا لصاحبك ولا لاي حد من اهلك في اسكندريه، في اسوان، في اي مكان، هيوصلوا اذا قلت لكم بعد اسبوع بالكتير. بس للاسف بقى كل اختراع جديد زي ما بيكون ليه فوائد برضه بيبقى ليه عيوب. يعني شوفوا في حكايه الجوابات دي، اما انت ما يجيلك جواب تقعد تمقع عينك فيه وتقراه في نص ساعه، وبعدين تفكر في الرد في نص ساعه، وبعدين تقعد تكتبه في نص ساعه، يعني ساعه ونص بيضيعوا من اليوم في جواب واحد. ده بيؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى التفكك الاسري. ما هو لو كل واحد قاعد في اوضته عشان يفكر جواب ويفكر جواب يكتب جواب، هيحصل انفصال في الاسره. وهو ده اللي بيحصل فعلا. والله امتى هنكلم بعض بقى؟ امتى هنكلم بعض يا ناس؟ ده الولد بيبقى عايز مصروفه، ممكن والله ممكن يبعت جواب لابوه وهو في الاوضه الثانيه عشان يبعت له المصروف. تخيلوا انه ممكن ده يحصل في تفكك اكتر من كده. سبحان الله، ولا ايه يا عمرو يا ابني؟ والله عندك حق يا عم صلاح، بس اللي انت بتقوله ده حصل النهارده. النهارده؟ ازاي؟ دلوقتي بقى ممكن ان واحد يبقى في اوضه وبيشات مع واحد في الاوضه اللي جنبه. بيتشاف في الاوضه اللي جنبه؟ بيتشات ازاي يعني؟ يعني بيتشات، يعني بيعمل تشاتنج، يعني بيرغي معاه من خلال الرسايل، عشان هو في الاوضه اللي جنبه، بدل ما يروح له بيقعد يبعت له رسائل والتاني يرد عليه برسائل. انت بتعمل صوابعك كده ليه؟ ما هي الرسائل بتتبعك كده. رسائل انت دخلت عليا في حنجل منجل كده وكلتني. انت كنت بتتكلم على الرسائل اللي كده. لا دي خلاص بطلت، دي خلاص بطلت. ايه بطلت يا عم صلاح؟ ما بقتش موجوده دلوقتي خالص. لا انا عايز افهم بس الاول، دخلت عليا السطوح كده وقلت لي يعني عدم المؤاخذه انا عمري يوسف من 2017. ما دي المفاجاه اللي انا عاملها لك. مفاجاه ايه؟ انا جاي لك من 2017. انت جاي لي من 2017؟ انا اسمي عمرو يوسف. وبشتغل ممثل في 2017. طب عمرو يوسف هعديها. ممثل؟ والله ممثل. طب ايه اللي يثبت لي ان كلامك ده بجد؟ حض. ايوه بقول لك ايه اللي يثبت لي انك بجد؟ ما انا بقول لك حض. وماله يا ابني؟ حاضر. ده حتى احضان الرجال محبه. واحضان النساء عداوه. اتفضل يا عمرو افندي. شكرا يا عم صلاح.
ايه اللي يثبت لي انك بجد؟ حب. تاني؟ اه حاضر. احضان الرجال محبة واحضان النساء عداوة. اه ايه اللي يثبت لي انك بجد؟ يا عم صلاح حضن. لا كده تبقى غباوة. اه اللي بقول لك ايه؟ اه انا مفيش حيلة اقوم تاني. ما هو الحقيقة ان انا كنت بهزر معاك بس انت ما فهمتش الإفيه. اخ سامحني يا عم صلاح. خير؟ ده كان إفيه من 2016 وانا اصلا ما كنتش عايز حضن ولا حاجة، انا كنت بسف على الفيلم اللي انا عملته اسمه هبتة. إفيه وبسف وهبتة؟ انت مصري يا ابني؟ اه والله مصري بس من 2017 وواضح ان الفرق ما بيننا كبير. طب قول لي دليل، انت منين في 2017؟ منين يعني؟ من المهندسين. انت بتقول ممثل يعني المفروض تبقى من الممثلين، ايه اللي وداك للمهندسين؟ المهندسين دي اسم منطقه يا عم صلاح. منطقه اسمها سبحان الله. اه يعني بقى في منطقه للمهندسين ومنطقه للدكاتره ومنطقه. لا هي مش بالظبط كده يا عم صلاح، بس برضو الحاجات مش عارف اشرحها لك ازاي. لا هي المنطقه سموها منطقه المهندسين، الحقيقه انا مش عارف ليه عشان مفتيش، بس يعني هي اسمها المهندسين بس بيسكن فيها دكاتره وبيسكن فيها ممثلين وبيسكن فيها طيارين كل الناس كل وانت على كده مشهور يا عمرو افندي؟ والله يا عم صلاح بيقولوا يعني. يعني يعني زي مين يعني؟ يعني زي الاستاذ انور وجدي. يا سلام. ولا يوسف بيك وهبي. يعني دول برضه ولا بتلعب في منطقه رياض فند الاصابجي؟ لا انا بلعب في منطقه مختلفه شويه. اه يعني 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 بتلعب كوميدي ولا تراجيدي؟ لا ممكن تقول ان انا بلعب كوميدي وتراجيدي وبلعب اكشن وممكن ان انا العب. لا اكشن اكشن ايه؟ لا انا بسأل. ايوه اكشن. ما هو اكشن. اكشن عارف انا اكشن دي اكشن فامثل. لا مش كده؟ لا في حاجه اسمها اكشن دلوقتي يعني. يعني ايه يعني؟ فاكر ايام زمان لما كان بيبقى فيه افلام وفريد شوقي يطلع يضرب؟ ايوه صح، لما يطلع الاستاذ انور وجدي مثلا بيحب الاستاذه ليلى مراد او الاستاذه ليلى فوزي او الاستاذه ليلى. لا ما حصلهاش دي. وبعدين يروح ضرب الاستاذ محمود المليجي لكميتين. ايوه هم اللكميتين دول. هو ده الاكشن والله العظيم. يعني انتوا بتعملوا افلام والناس بتدخل تتفرج على خناقات وضرب وبس كده؟ لا ما هو مش هيبقى لكوميتين وضرب وخلاص، بيتحط جنبه حاجات تانية عشان تدعم الفيلم. حاجات زي ايه يعني؟ مطاردات. مطاردات؟ بقول لك ايه يا عمرو افندي، معلش عشان واضح ان التواصل بيني وبينك مش تمام. وانت معذور. فرق الزمن يا ابني. ايوه انا عايز اعرف انت بدات ازاي. حلو قوي. اهو كده انا بدات. ايوه في الاعلانات، كنت موديل اعلانات. موديل اعلانات؟ اه دي البدايه. اه اللي هي بتترسم على الحيطه دي وتتلزق في المجلات وكده. ايوه موديل اعلانات خلاص. ولا بتترسم ولا بتتلزق؟ لا اهو زي دي مش كده؟ اعلان الكريمه. صح. نضاره البشره تستدعي الاعجاب. واخد بالك؟ دول اي اتنين وادي اهو في نعمه وفؤاد. بس احنا ما كناش بنترسم كده يا عم صلاح. صابون نعمه وفؤاد. دي مرسومه اهي. كنت بترسم كده؟ لا خالص، كنا بنتصور. صور فوتوغرافيا يعني؟ وفوتوغرافيا وساعات بنطلع في يعني بيصورونا بالكاميرا ونطلع في التلفزيون. ايوه بس ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انت كنت بتقول لسه، انا بقول لك انت بدات ازاي يعني؟ كنت في البدايه فوتوغرافيا دي الناس المشاهير زي بص بقى. شوف الاستاذ رشدي اباظه كان بيدور على بدله اهو في محلات اصواف الرملي. ها عايز العنوان لو تحب تروح على الحاجه؟ لا معرفش. انت مش هتعرف تروح 26 يوليو. هذا زمن غير الزمن يا عمرو افندي. صح بس هو وبعدين عندك برلنتي عبد الحميد. انت بقى عندك مؤهلات برلنتي ولا مؤهلات رشدي اباظه؟ بس هي مش دي الفكره يا عم صلاح. هي الفكره ان انا ممكن يعني ايه لو مثلا لبسي كويس شكلي كويس اعمل اعلانات في الاول. هو الحقيقه لبسك وشكلك كويس. ربنا يخليك يا عم صلاح متشكر. وبعد كده لما تتشهر تعمل برضو اعلانات بس تاخد فلوس اكتر. يعني انت بدات شكلا ولبسا. خلاص فهمتك فهمتك. زي الشيخ الشريف كده، شايف بص هناك كده. الشيخ الشريف كان برضو شكله حلو ووسيم وجابوه في الاعلانات. احنا نفس الدقن يعني. بس هو احفاده بقى هم اصحابي دلوقتي. وما كانش معروف يعني. وبعد كده اتشهر بالاعلانات. انا بقى زيه كده. وكان بياخد مبلغ الشيخ الشريف.
مش عارف كان بياخد في الاعلان 50 قرش ساغ في الاعلان. يا نهار ابيض ده يقعد يصرف منهم شهر. انت كنت بتاخد كام بقى في الاعلانات في الاول؟ خلاص مفيش داعي بقى يا عم صلاح. لا اول ما بدات يعني قبل ما تتشهر كنت باخد في الاعلان 1000 جنيه اول ما بدات. اول ما بدات 1000 جنيه انتوا ايه كنتوا بتلاقوا الفلوس ولا ايه؟ 1000 جنيه اول ما بدات. ايه يا عم صلاح في ايه؟ مفيش حاجه يا مفيش حاجه. 1000 جنيه ما شاء الله. الله اكبر. الله ده الست يمكن ما خدتوش. الست ست مين؟ الست ام كلثوم. هي عملت اعلانات؟ الست ام كلثوم يا ظالم. انا ما اعرفش يا عم صلاح انها عملت ست اعلانات. ست ام كلثوم. بص بص عارف مين دي؟ ام كلثوم. ستك وست الكل. ايوه طبعا ام كلثوم. يا ابو 1000 جنيه. يا ابو 1000 جنيه في البدايه ما خدتهمش الست. عملت اعلان اهو. لكي تكوني ساحره استعملي رائحه صفيه زغلول. يا سلام. الست بتعمل دعايه لمين؟ لصفيه زغلول. رائحه صفيه زغلول رحمه الله عليها. بس دلوقتي ما يا احلى. وتعرف بقى بعد الاعلان ده رائحه صفيه زغلول غازت كل نساء مصر والوطن العربي كله. مراتي فضلت تزن عليا تزن لغايه ما جبت لها رائحه صفيه زغلول. تخيل بقى. وايه اللي حصل؟ طبعا ريحه تجنن. فظيعه. الحقيقه كنت بشمها زغلول بس من غير رائحه. يا ساتر. مش بس اشتغلت اشتغلت جامد. يعني انتشرت. بس ما بقاش في الكلام بقى دلوقتي من الحاجات دي. ما بقاش في صفيه زغلول. بقى في مثلا ايف سان لوران، كوكو شانيل رحمه الله عليهم برضو. يعني ده اللي موجود دلوقتي. ما بقى. وبعدين كلمه ريحه مزعجه الحقيقه. يعني انتوا دلوقتي زمان كنتوا بتقولوا ريحه، احنا بنقول برفان برفيوم حاجات كده. يعني لكن ريحه يعني مثلا تخيل عملوا مثلا البرفانات الجديده باسماء النجمات تبقى اسمها ريحه نبيل عبيد او ريحه ناديه الجندي مش حلوه يعني. حتى دول نجمات من الجيل بتاعنا مشهورات جدا يعني نفس شهره. طب ما عملوا لهمش ريحه ليه؟ ما عندناش في الوقت ده الحاجات دي. مش عارف مش عارف. دايما احنا نروح للاجنبي. ده صح عقده الخواجه. والله يا عم وبعد ما خدت ال 1000 جنيه عملت ايه؟ صرفتهم ازاي؟ وديتهم فين يا مفتري؟ ايه يا عم صلاح انا مش فاكر يعني تقريبا جبت بيهم نضاره شمس. ده انت تجيب بيهم الشمس نفسها مش نضاره شمس. لا ما كانتش ب 1000 جنيه كمان، دي كانت ب 1100 واستلفت 100 عشان اجيبها. 200 يا راجل بلاش كلام فاضي. يعني انا قاعد بين الشيخ الشريب ابو 50 قرش ساخ وعمر افندي يوسف ابو 1000 جنيه لسه موجود فوق سطوحي ويا روحي. اسرح شويه في اللي فات واحلم شويه في اللي جاي، واللي جاي هنشوفه سوا كمان شويه مع ابو 1000. بس محضر له مفاجاه. ايه يا ابو 1000 جنيه؟ عم صلاح يلا بينا. شوف يا عمرو افندي يا ابني. اتفضل يا عم صلاح. نظرا لانقطاع التواصل بنجاح بين زمنينا ساتر وتعمدك لاستخدام الفاظ وتعبيرات ترهق فكري ولا تناسب زمني، فقد قررت أن أفك طلاسمك. فرج. فرج مين يا عم صلاح؟ أبين زنا بين وأشوف البخت زنا بين. يا فرج ده ماشي. فرج فرج يعني. فرج. يا أبو فرج ازيك يا عم صلاح؟ الله يخليك يا حبيبتي. بين الرجالة عزين ده. شد حيلك يا أبو فرج. ما بصدقش في الحاجات دي يا عم صلاح. إيه؟ ما بصدقش. ماشي وش هتصدق ان شاء الله. وش الدكر يا زين؟ هات يا وش 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 وش. لا لا وش وش بضمير وذمه. ما انت كنت عمال ترت وتعجن معاه. خلاص 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 وش وشت. بياضك. لا بياضك عندي خلاص يا ابو فرج. بياضه عندي خلاص. عشان انت وسيم وعينيك خضرة قدامك سكه شهره. زرق مش خضر. ادي اول غلطه. لا هنتلكك ولا ايه؟ يعني خضرة عشان ماشية مع شهرة ماشي. فمت خلاص خلاص ممكن نخليها زرقاء وحرقة. خلاص خلاص وغرقة صح. يا ساتر يا رب يعني. يا ساتر كملي يا أم فرج.
هتبتدي السكة من الأول، والسكة ما تقلقش مش هتطول. هتبتدي كده في وسط بنات في حاجة بيسموها إعلانات. أهو شفت، مش بقولك أنا بصدقش في الحاجات دي، ما أنا لسه قايلك على موضوع الإعلانات من شوية. وأنا أنكرت يا ابني، وأنا أنكرت. أتفضل. خلاص يا ست أم فرج، تجاوزي موضوع الإعلانات ده اللي بعده. وصيتك هيذيع وتتقدم وتبقى مذيع. صيتك إيه؟ هيذيع. لا الصيت هيذيع إزاي يعني؟ يعني هيبقى مذيع. هيبقى مذيع. أهلا، انت بتكذب عليا ولا ايه يا عمرو فندي يا ابني؟ ما هي معروفه يا عم صلاح افندي. انت بتقول ما كنت ممثل جاي من 2017. ماشي، ما انا كنت مذيع وبعدين بقيت ممثل. مذيع بيبقى ممثل. مذيع بيبقى ممثل؟ اه. ازاي يعني؟ لما المذيع يبقى ممثل، امال مين اللي يقدم البرامج؟ ممثلين. الله، ده انت فوق هيبه. اضحكتني ايها العمر. مذيع ايه اللي يبقى ممثل؟ مين ورايا ده؟ ده طبعا العظيم بابا شارو. اه، ينفع يمثل بابا شارو؟ وما يمثلش ليه يا عم صلاح؟ انت تعرف ايه عن بابا شارو؟ بابا شارو طبعا يعني علم. لاجل تعرف انه علم. طب اسمه ايه؟ لا بابا شارو ده، معلش يا عمرو فني، اسمه الاستاذ محمد محمود شعبان. امال ابو شارو دي جت منين؟ المذيع اللي قدمه اول مره غيرت في اسمه وقال محمد محمود شارو، ومن هنا لزقت فيه شعره وخلاص بقى بابا شعره. ماشي. يمثلش بابا شعره ما ينفعش. منكم نستفيد يا عم صلاح. بس برضه ما تنساش ان مثلا احنا على ايامنا في مذيعين قلبوا ممثلين. يعني جميل. مثلا عندك استاذ عبد الرحمن علي. والاستاذ علي جوهر. والاستاذه ناهد، والاستاذه منى جبر. والاستاذه طبعا يعني الكبيره نجوى ابراهيم. فكل دول مثلوا. مين دول؟ ما انا بقول لك ربنا يديك طولة العمر ان شاء الله وتحضرهم. دول على ايامنا احنا. يعني كانوا مذيعين معروفين ومثلوا بالظبط وكسروا الدنيا. بس اقول لك حاجه يا عبر افندي، في زماننا برضو كبير مخرج الاذاعه الاستاذ محمد توفيق الله يرحمه ابتدى يمثل. الله يرحمه. استاذ محمد توفيق عايش، ربنا يديله الصحه. بقول لك ايه يا ابو فرج، شوف لنا عمر افندي كده هيبتدي يمثل امتى. هيبتدي في مسلسل اسمه الدالي مع واحد حبيبه غالي. صح. مين حبيبك الغالي؟ لا استاذنا الكبير نور الشريف. الولد الجديد ده، ده ولد هايل. ولد ايه يا عم صلاح؟ ده استاذ كبير. بقى استاذ كبير. لا استاذ كبير جدا يعني. احكي لنا بقى، كان مين معاك تاني في الدالي؟ لا ده كان في ممثلين كتير، يعني احنا كنا مثلا 7 وجوه جديده او 8 كمان وجوه جديده. وكان يعني افتكر منهم حسن الرداد، وافتكر ايتن عامر، وافتكر احمد صفوت، وافتكر صلاح عبد الله. يعني هو ده اللي وقفت عنده؟ مش قادر تفتكره كويس عشان على اسمي ولا ايه؟ لا بغض النظر عن اسمك والله يا عم صلاح، بس انا افتكرته لان هو كان جاي اول مره يمثل وكان خايف جدا. كان مرعوب، ركبه بتخبط في بعض، بس انا احتضنته الحقيقه. يعني انا وقفت جنبه، كان بيجي لي كل يوم قبل المشاهد يقعد جنبي يقول لي والنبي يا استاذ عمرو. كان يقول لي استاذ عمرو. واخد بالك، استاذ عمرو ساعدني وذاكر معايا وكده. صلاح عبد الله. صلاح عبد الله. بقول لك انت استاذ عمرو. ايوه صلاح عبد الله. كان وجه جديد. وكان وجه جديد. اقول لك على حاجه، كان يعرق وهو داخل لي كده، يبقى بيشلب عرق من كتر الخوف والرهبه، وابقى سامع قال بقول له اهدى يا ابني، اهدى اهدى ما تخافش. واخد بالك، بس وقفت جنبه كتير الحمد لله. وهو بيطلع في الانترفيوهات وكده بيتكلم عن الموضوع ده، يعني دايما يقول عمرو يوسف بجد مثل اعلى ليا. انا اشكرك يا عمرو افندي. والله، لان ده حفيدي. شفت انا وقفت جنبه ازاي من غير ما اعرفك؟ الله يبارك لك يا ابني، كملي يا ام فرج. ورغم ان اختيارك للافلام حويط، منهم فيلم خيش في الحيط. الف مبروك يا ابني. هو ايه اللي الف مبروك يا عم صلاح؟ بتقول لك خيش في الحيط. ايوه، يعني نجاح باهر، اعلاناته لزقت في الحيط من كتر نجاحه. لا يا عم صلاح، خايش في الحد دي معناها ان الفيلم جاب جاز. كمان جاب جاز؟ لا لا لا، ده اكيد الفيلم ده عمل ايرادات فوق الوصف. ايرادات ايه يا عم صلاح؟ الفيلم لبس في شجره. لا كده عمل حادثه. ايوه حادثه، يعني ما نجحش خالص، فشل. وماله، الفشل بدايه النجاح يا عمرو فندي. كملي يا ام فرج. اقول وافسر ولا لم واقصر؟ لا قولي وفسري، انا عايز اعرف كل حاجه. 2009 كانت أول بطولة
فمقلب حراميه وما كانش 100 100. مقلب حراميه ده ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. اولا حفيدك كان معايا في الفيلم. حفيدي؟ اه في الفيلم مقلب حراميه؟ ايوه. اوعى كنت طالع حرامي؟ لا ما كانش حرامي، كان هو شيخ المنصر. ايه؟ يعني رئيس العصابه. يعني بس ده تمثيل يا عم صلاح، ما يفرقش معاك. بقول لك ايه، عدي المقلب، عدي المقلب. لا مش هعديه يا عم صلاح، الفيلم ده نجح وكسر الدنيا والناس بتتفرج عليه لغايه النهارده. وحفيدي كان كويس؟ آه كان كويس، يعني برضه بارشاداتي انا كنت بقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. انت ايه حفيدي ما اشتغلش الا بارشاداتك انت؟ هو بيتخذني مثل اعلى. حفيدي؟ اه ماشي، ربنا يديله الصحة. ماشي ماشي, ماشي. هيبيض وشه في فيلم هيبتا ويفوز في كذا استفتاء. اهو يعني هيبتا مثلا اللي هي بتتكلم عليه ده، انا عملته عمل 30 مليون جنيه في السينما. اه ربنا يزيد ويبارك. 30 مليون ربنا يخليك يا عم صلاح، رزقك ورزق عيالك. اه لا لسه ما عنديش عيال. اه اه يعني ايه ما اتجوزتش؟ لا اتجوزت بس لسه ما خلفتش. ربنا يرزقك بالعيال، الذريه الصالحه يا ابني ان شاء الله، اهم من الملايين. صح اهم. اه, آه. صدقني صح، هنعم تجربه يعني. ايوه يا ربنا يخليك. آه. بقول لك ايه يا ام فرج، سيبك بقى من شغل الودع وركزي في وش الجدع. ماشي يا عم صلاح. تعرف يا عم صلاح ان هو حد بر باهله جدا جدا ودونا عن اخواته، واخد دعوات امه كلها. ما شاء الله الحمد لله، دي حاجه كويسه. اه كملي. طب انت عارف يا عم صلاح ان انت زي ما بتقول ان هو كان نفسه يتجوز واحده اجنبيه؟ ما هي انا مراتي سوريه برضو، فيعني تنفع. لا 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 غير أجنبية سوريه. اجنبيه اجنبيه لا اجنبيه. خش على الموضوع اللي بعده يا عم صلاح، بقول لك اتجوزت. خلاص يا ام فرج عندك حق يا عمرو ابني، الحياه الشخصيه ملك خاص لصاحبها. شكرا يا عم صلاح، واعتذر للتجاوز. مؤاخذه يا عم صلاح، اعتذر. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده يا عمرو فني؟ مفتوح عم صلاح يلا بينا. والتليفون ده يا عمرو فندي تقدر تكلم فيه اي حد عادي كده ماشي في الشارع، يعني مش مهم بيكون قاعد في بيته. ايوه يا عم صلاح، لو عنده زي ده انا اعرف اكلمه في اي حته. والله العظيم. اه والله اكلمه في اي حته كده. ده انت ناقص تشوفه كمان. لا ما انا ما قلتلكش، ما انت ممكن كمان تشوفه. ايه؟ ايه يا عم صلاح؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده انا لسه قايلها في المقدمه، لحقتوا تستعملوها؟ لا هي ماشي معموله من زمان يعني. ويعني هو يشوفه وانت بيشوفك وكده؟ اه ما علينا. يا ماهر يا ماهر. ايوه عم صلاح. شوف يا ابن عمرو فندي يشرب ايه. لا ربنا يخليك انا مش عايز حاجه. لا لا معقوله لازم تشرب حاجه؟ لا والله انا تمام. معلش. طيب هشرب شويه نسكافيه. لا والله لازم تشرب حاجه. اي قهوه سريعه الذوبان. هاتوا النسكافيه يا ماهر. ماشي نرجع بقى برجوعنا لموضوعنا بقى. اه استنى بس عشان جالي ده. ايه 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 الصوت ده؟ ما دي النوتيفيكيشنز، يعني لما انا يبقى في خبر جديد فتجيلي الاخبار بصوت، فانا اروح داخل شايف ايه الخبر الجديد. انت بتتكلم جد؟ اه بتكلم. يا الاخبار بتجي لكم هنا؟ اه ما انتوا الاخبار بتجي لكم انتوا ازاي؟ الاخبار بتجي لنا ازاي؟ انا عرفت الاخبار بتجي لكم. الاخبار بتجي لنا ازاي؟ اخبار الطائره. بس انت عارف بقى كل اللي موجود عندك في الجورنال ده؟ اه موجود عندي هنا يا راجل. اه لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يا اخي الاخبار دي برضه بتضيع الوقت، تبص تلاقي الناس كده كله قاعد مثلا في الاتوبيس في القطر في اي حته، كل واحد ماسك جورنال وعمال يقرا عمال يقرا، محدش بيكلم التاني ولا حد. لازم تبقى عارف الدنيا بيحصل فيها ايه حواليك. ايوه بس مش للدرجه دي يعني، لازم ناخد فرصه نتكلم بعضينا يا اخي. والله انت عندك حق. أه بس برضه ساعات بيبقى في حاجات مهمه. في انت بص فينا. انا بقرا الاخبار عندنا. انت بتقرا الاخبار عندك انت؟ آه. يا ساتر يا رب. خير. حادث مروع يا عمرو فني، مقتل المرحوم شيكوريل. مما يزيد في فظاعة هذا الحادث أن قاتليه اثنان آواهما في ناره. يا ساتر يا رب. وأنا برضو عندي هنا أخبار وحشة يا عم صلاح، مقتل 10 بحادث قطار بالبدرشين وحريق راح ضحيته 20 عامل بمصنع الصلب. واستلمهما
لا لا، واستأمنهما على نفسه وأسكن أحدهما في منزله. تخيل استشهاد 10 جنود في حادث إرهابي وسقوط عمارة بمنطقة البدرشين، برضو البدرشين، وراح ضحياتها 3 أسر. واقترنت أحدهما، فاقترنت جناية القتل والسرقة بجناية الخيانة، وقد جرأ اللصوص على فعلتهم الشنيعة من طيبة نفس القتيل. زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب القاهرة ويودي بحياة 40 شخص. تخيل طيبة نفس القتيل هي اللي جرأت المجرمين عليه، وعدم اكتراثه بما حدث في منزله من سرقات مع ارتيابه في أمر سائقه. القبض على 2 هجامين قام بقتل أسرة كاملة تتكون من 12 فرد فتركه يستوطن منزله حتى كان ما كان. حريق تاني في منطقة العمرانية، وشخص يشعل النار في نفسه ويحضن الآخرين ليموتوا معه، دول 15 واحد ماتوا كمان. 15 غير ال 10 غير ال 20 غير ال 12. يعني أنا مات عندي واحد، أنت مات عندك 10,000. أنتوا بقيتوا كام دلوقتي في مصر؟ إحنا 90 مليون. باللي ماتوا دول؟ أنتوا إيه؟ حد بيموت بتزيد ولا إيه؟ ده إيه؟ ده عدد سكان الأرض. لا، ده عدد السكان اللي في مصر بس، دول بقوا 92 مليون كمان مش 90. زادوا 2 مليون واحنا قاعدين بنتكلم؟ لا، قبل السؤال كانوا 92، دلوقتي 92 و15. لا حول ولا قوة الا بالله، بس دي شيء عظيم، دي ثروة بشرية. أكيد بقى في اختراعات وتقدم وحاجات، مش كده؟ يعني إن شاء الله يا عم صلاح. أيوه، ما الثروة البشرية دي المفروض تتشجع التقدم والرقي والإنتاج، مش كده ولا إيه؟ الله يسمع من بقك ربنا يا عم صلاح. أيوة، يعني يسمع من بقي ربنا ولا لأ ولا أنا زي ما بقول لك، يعني إن شاء الله. أيوة إن شاء الله ولا لأ؟ إن شاء الله يا رب، يعني ربنا يطرح فيهم البركة الـ 92 مليون دول ويعملوا اللي أنت بتتكلم عليه ده. يعني الاختراعات بتجيلكم من بره؟ يعني احنا بنستورد كتير قوي، والاختراعات كلها بتيجي من بره مش من مصر. امال فين المخترعين المصريين؟ احنا من ايام الفراعنه يا ابني والعالم بياخد مننا اختراعات. عارف اختراع الميه السخنه والساعه؟ ايوه عارفه، الخلاط. ده اختراع مصري، اللي عمله مصري. ده بجد؟ ايوه، امال ايه؟ معرفش المعلومه دي. تعرفهاش ازاي يا عمرو فني؟ طب استنى اوريك شويه اختراعات مصريه. توريني ايه؟ تلقتني على البلد قوي. لا لا لا، ما تقلقش يا عم صلاح، ان شاء الله خير. لما تشوف الاختراعات دي هتفهم. بص، ايه ده؟ ده اختراع مصري. مثلا بص الناس دي بتفكر ازاي. زي بص بقى استخدام الشماعه يا ابني الايه. شفت اختراعات مصريه عظيمه دي؟ بص بقى ازاي يستعمل الدش ده. الدش ده اسمه الدش ده. ده الدش. بص هنا بيسخن بقى المايه بتاعت الدش. ما شاء الله ما شاء الله. وهنا بص عشان يحاول، ادي الخلاط اللي انت كنت بتتكلم عليه اهو من شويه، تقول اختراع مصري. بص بقى المصري عمل ايه في الاختراع المصري. راح حاطط الازازه، راحت قلبه، راحت يعني عمل كده توليفه كده يحرك بيها المايه. ده ايه؟ وبعدين بص مفيش حاجه توقفهم، يعني الزرار في العربيه هيقع اركب لك غيره. مش مهم بقى بتاع ماح بس بتاع مش يعني، المهم ان هيركب غير الزرار ده اهو. يعني دي ايه دي؟ دي اختراع. انا مش فاهم، انت قلقتني ولا طمنتني؟ ما دي اسمها الحاجه ام الاختراع بقى. والله يا عمرو افندي الاختراعات اللي وريتها لي دي يا ابني دمها خفيف ولذيذه وتحترم برضه. بس معلش بقى، انا عايز اوريك الاختراعات اللي اتعملت في زماننا كان شكلها ايه. يا ماهر. نعم يا عم صلاح. شغل الشاشة يا ابني، تعال معايا يا عمرو فندم. يلا يا عم صلاح، اتفضل. أيوة
السيدات والسادة، تحية لكم، ونقدم لكم هذه النشرة الإخبارية عن التقدم الصناعي العظيم في القطر المصري، والذي ازدادت وتيرته تحت رعاية جلالة ملك مصر والسودان. فقد عرف عن المصريين نبوغهم الفكري وذكائهم في شتى المجالات حتى يومنا هذا، فأصبح الشاب المصري لا غنى عنه في أي مؤسسة عالمية أو منظمة دولية. فالشاب المصري طموح بطبعه، ويعمل ويفكر حتى يصل للأفضل. فلنستعرض صورة مشرفة لخيرة المخترعين المصريين اليوم. ففي أغسطس من عام 1949 صدر قانون الملكية الصناعية، وانشئت مصلحة الملكية الصناعية، ولم تكد وزارة التجارة والصناعة تعلن عن نشأة المصلحة حتى انهالت عليها مئات الطلبات لتسجيل الاختراعات المصرية. وها هو وزير الصناعة صليت سامي باشا يسلم براءات الاختراع لأول المخترعين المصريين عام 1949، وهم أحمد الشايب وإسحاق مصطفى وأحمد العريان وعلي حلمي. فالشاب أحمد محمد الشايب مخترع محترف، والاختراع الذي سجله هو عبارة عن طلمبة مياه ماصة كابسة، أهم ما يميزها أن تكاليفها نصف تكاليف الطلمبة الحبشية. كذلك وفي نفس السياق يتوج اليوم المجهود المشترك بين الدكتور إسحاق مصطفى يحيى وتلميذه الدكتور أحمد علي العريان، والاختراع عبارة عن مادة كيماوية تخلط بالخرسانة العادية فتزيد من صلابتها عن طريق الهواء المحبوس. ولا نخفض في نشرة اليوم الإشادة بالعلماء المصريين الدكتور مصطفى مشرفة وتلميذته النجيبة الدكتورة سميرة موسى، الذين أعلوا اسم مصر الحبيبة عاليا في المجتمعات العلمية. ويعد كل ذلك تكملة لمشوار مصر العلمي والصناعي الذي بدأ بإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم، وفي كان ذلك في حي المعادي، أنشئت في يوليا تموز من عام 1913. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 2 يوليو عام 1916 أن مصر بلا شك هي أفضل مكان في العالم لإنشاء محطة الطاقة الشمسية، نظرا لأهميتها كبلد في نشر الفكرة إلى العالم ولحجم إنتاجها الزراعي. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت بقى يا عمرو فندي يا ابني؟ والله ما فيش مقارنة يا عم صلاح. مش كده برضو؟ اهي كل الاختراعات دي حصلت وانا قاعد فوق سطوحي ويا روحي، بسرح شوية في اللي فات واحلم شوية باللي جاي، واللي جاي هنشوفه سوا كمان شوية. استأذنكم برهة برهتين ثلاثة حسب التساهيل. مساء الخير. تعال يا عمرو فندي. الصبح عم صلاح يلا بينا. سعيدة سعيدة مبارك، مين حضرتك؟ أنا نيازي، وكان بودي أتعرف عليكي لو ما شعرتيش بأي غضاضة. نيازي اسم جديد. أنا فردوس. فردوس، الله، اسمي في غاية الروعة، أحسن من الأسامي الجديدة اللي طالعة، همت، دولة. الجو بديع النهاردة، يا ترى الجو عندكم في ضاحية حلوان عامل إيه؟ إيه؟ دوسة يا ملبس دايف في أزوزة. باردون،
الخط مش واضح. دوسة ما ردتش. كتبت بالغلط، ايدي اهتزت عشان الترولي باص كان معدي من جنب البيت. كنت بسألك عن الجو بس، خلاص عرفت انها كانت بتشتي عندكم الاسبوع اللي فات. ما تأخذنيش، الرسالة دي هتعوق شوية علشان برسم لك وجه ضحوك تعليقا على الطرفة اللي انت اثلكت بيها صدري، والالوان هتاخد وقت علشان تنشف. 700,258، 700,257، 700,259. ردي بقى يا دوسة. انا شاب مكافح واستلمت وظيفة عال في ألم المراجعة في السكة الحديد، يصح دلوقتي إني أفكر في نص ديني. دوسة فردوس، أنتِ ما بترديش ليه؟ بس اسكت يا ولد. يا ربي أعمل إيه تاني؟ إيه الإزعاج ده بس؟ ما تأخذنيش، أصلي كنت بأكل عب عظيم ابني. عب عظيم ابنك؟ انت خلفتي امتى؟ ده انا سوالفي بيضت وانا بكتبلك. ايه الولية الاوفر دي؟ خلفتي اكتبوا خلفتيه امتى؟ عن ابو الحب. ياه، عب عظيم دلوقتي ما شاء الله قرب يدخل الإلزامي. عقبال أولادك. انتي فاجئتيني، حيث كده انسحب من حياتك كأي فارس نبيل. المعظم نيازي. ميزو، ما تبقاش أرعن. إذا كان القدر لعب لعبته وما جمعناش في الحب، أنا ممكن أجعلك عندي في الفريند زون. يمكن نلاقي الرد مستوحى بصراحة. يلا بينا. مش كفاية بقى يا عم صلاح ولا إيه؟ تفضل. تسلم ايدك. تفضل يا عمي صلاح. استنى مال يا عم صلاح. عمرو فندي يوسف ممثل مشهور جاينا من 2017، مش هتقدم له التحية الواجبة ولا ايه؟ انا لو كنت اقدر اروح زمانك كنت اروح، شكلك عريس جديد من بعد البنات ما كانت بتيجي معاك وتروح. فنان قوي ليك ضحكة ترد الروح. يا عمرو شرفتنا ونورتنا مع عم صلاح فوق السطوح. الله الله، والله يا ماهر، مية مية والله. أحلى يا ماهر. يا عم صلاح روح. أنا مش فضيلك. تحبطوش يا عم صلاح. بقولك إيه، أنت مش هتقعد معايا تركز شوية ولا إيه؟ أركز فين؟ استنى، بتاع ده رهيب. الحق أنا مش ملاحق، دي بعتت لي قلب أحمر، أرد عليه إزاي؟ ما تهدى النهاردة شوية، وبكرة أعلمك الفويس نوت أسهل من الكتابة والحاجات دي. بكرة إيه؟ مش فضيلك. سيبني، البنت منجرفة في مشاعرها نحوي. منجرفة؟ طب وأنتش عرفك إن هي بنت؟ ما ممكن تبقى راجل عادي. راجل إيه؟ طب مش فاهم أي حاجة.
دي بعتت لي بوسه، في راجل بيبعت للراجل بوسه. ما ده عيب السوشيال ميديا يا عم صلاح، ما بتبقاش عارف مين اللي بيبعت لك. ده مش عيب السوشيال، ده عيب عليك انت تقول لي بعتت لي. بقول لك الراجل بيبعت لي بوسه. خلاص يا عمرو حد بس خلاص بقى، كفايه سيب الابلكيشن دي. الايه؟ بس سيب الابلكيشن. هو البتاع ده اسمه الابلكيشن؟ الابلكيشن اللي انت عمال تكتب عليها دي اللي هي الواتساب. اه هو اسمه ايه ده؟ يعني ابلكيشن، في ابلكيشنز كتير، في الواتساب تقعد تتكلم وتشات مع اصحابك، في مثلا ابلكيشن تانية تحجز بيها طيران، في ابلكيشن تحجز بيها فنادق، في ابلكيشن تتجوز منها كده يعني. ممكن تجيب لي اي ابلكيشن وما اعرفش انا لازم ينزل هنا يعني؟ اما انت عايز تنزله فين، على الجرامافون؟ اه ينفع على الجرامافون؟ لا ما ينفعش، لازم تجيب تليفون. اجيبه منين؟ مش موجود في زمن التليفون. انا بجيب لك واحد هديه المره الجايه ان شاء الله. طب بقول لك يا عمرو فني، قول يا عم صلاح، ما عندكش ابلكيشن يعرف لنا العساكر الانجليز مستخبيين فين عشان نصطادهم؟ يا ساتر انت عايز ايه الانجليز بتوع زمان؟ لا ما هو مفيش ابلكيشن كده. في ابلكيشن ثانيه بتصطاد البوكيمون. بتصطاد مين؟ البوكيمون. طب البوكيمون ده مش ممكن يساعدنا ونصطاد بيه الانجليز؟ هبقى اساله لك عم صلاح. طب اجيبهولي يقعد معايا هنا على السطوح، انا لو اظبطه ممكن اقنعه. والله لو عرفت اقفشه هجيبه لك. واو جنسيته ايه البوكيمون ده؟ ياباني. ياباني؟ اه. بص العب شويه. لا خلاص كفايه. والله العب. طب ماشي. ماشي. ايه ده؟ فين السحب؟ انت كده دخلت على الصور. السحب رايح. مفيش واتساب بقى. اه. ما سابش. كل دي صور بنات؟ لا دي صور، انت دخلت على صور في مش في التليفون، دي في الانترنت عادي مفيش دعوه بيها الصور دي. يعني مش تبعك دول؟ ما تسحلناش يا عم صلاح، في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه؟ كل البنات دي عندها العصب السابع. عصب سابع ليه؟ عاملين كده. لا 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 ده مش عصب سابع، ده موضه جديده اسمها الداك فيس. ايه؟ بوز البط. بطت مين يا وزع انت؟ ده العصب السابع. بص كل واحد عامله كده. ده ايه؟ دي حركه. لا ده العصب السابع بتشاور على زميلتها يا عيني بتقول ربنا يشفيك يا اختي، والتانيه ربنا يشفيك. يا حول ولا قوه الا بالله. اطلع 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 شوف الصور دي. سلسل وانت حابب التصوير قوي كده؟ انا يعني مش بحب التصوير، يعني بحب التصوير. لا ما عنديش استوديو، بس هو دلوقتي اي حد معاه تليفون هتلاقي عنده هنا كميه صور غير طبيعيه. في البتاع ده؟ اه يعني طول الوقت بنتصور ونحطها على الموبايل. يعني بص هتعمل ايه؟ يعني اتصور انا وانت دلوقتي. انا وانت؟ اه سيلفي. فين بوز البطه؟ الدك فيس؟ ايوه الدك فيس. هي دي. بس 100 100 يا عم صلاح. خلاص هبعتها بقى على الواتساب، هبعتها لك على الواتساب على التليفون الجديد بتاعك. اشيل البوز خلاص؟ فك خلاص فك، هي صوره في لقطه كده اهي. سبحان الله. شفت؟ بس انا عندي كميه صور، انا عندي 10,000 صوره هنا. بس شكله شاو. انا لا لا حلو حلو حلو. يقول عليا ايه بس؟ لا ولا حد يقول عليك اي حاجه، يقولوا عندك العصب السابع. حبيبي عمرو فندي صدق انا حبيت 2017 بسبب. ربنا يخليك يا عم صلاح، تنورنا فيك. على الصور بتاعتي. يلا انت وريتني بقى؟ اه لازم اوريك. يلا وريني. اعمل ايه؟ عشان ما يصحش فرصتي. ايوه تعالى. فين صورك؟ تعالى. تعالى يا عمرو فندي. اتفرج وملي عينيك. شايف عمك صلاح ولا مش شايف؟ ما شاء الله مع استاذ شكري سرحان. ومع الاستاذ نجيب الريحاني. وهنا مع الاستاذ احمد مظهر. لا لا لا. طب عارف التاني بقى اللي جنبنا ده مين؟ الحقيقه عم صلاح هو من الممثلين طبعا اللي يعني ما خدوش حظهم قوي مع انه كان هايل. ده عمك عبد الغني النجدي. ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. شفت اللي هناك دي؟ الست ماري. كنت بحبها قوي. والقصري. عبد الفتاح عمك عزيز عثمان. صح. شله كبيره برضه. لا وفي مع السياسيين والرياضيين بس انا زي ما تقول لسه بوضب الابلكيشن. بس انت محبوب قوي ما شاء الله عم صلاح. الحمد لله. مين دي يا عم صلاح؟ مين دي؟ دي مفيش دي. بس واضح ان انتوا الجمال عندكم مختلف شويه عن العصر التاني. دي كان ملكة جمال المنطقة عندنا. ما شاء الله. ما شاء الله. وبص بقى شايف الصورة دي؟ الثلاثة دول؟ انا موجود في الصورة. فين؟ ورا الستارة. حبيبي عم صلاح. بس انا يعني بعيدا عن كل الصور دي، الصورة دي اللي انا مش فاهمها. دي صورة ده انت ولا مين؟ تحرجنيش بقى، امال يا عمرو فني. عايز اعرف مين ده، انت يعني ولا مين؟ ايوه انا.
وليه متصور بظهرك عم صلاح؟ بحضن ذكرياتي. ألف سلامة عم صلاح. بس هو يعني إيه الهدف من صورة زي دي؟ ببص على حبيبتي يا عمرو فندي. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك على حاجة عم صلاح، اعتبرني أنا ما عملتش الغلطة دي، أنا هرجع الصورة دي مكانها وأوعى تشيلها من هنا خالص. يا ذكرياتي ما عجبتكش؟ لا 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 بالعكس، دي جميلة جميلة عم صلاح. ما أنا بقول لك الذوق في الجمال دلوقتي غير 2017 بتاعتنا. سنة الحياة. اتفضل عم صلاح اتفضل. اتفضل يا عمرو. اتفضل ارتاح. والله قعدتك حلوة ولذيذة. والله انت اللي قعدتك ما يتشبعش منها. مظبوط. حبيبي عم صلاح. حتى مقاييس الجمال بتختلف فعلا من زمن لزمن. اه والله عندك حق. أنا التليفون ده فكرني بحاجة بصراحة. قول حبيبي. زمان وانا صغير كان عندنا زي ده بالظبط كده، الحديد ده بس على احمر. آه. ابو قرص ده. ايوه. وكنا لما نحب نعمل مكالمه دولي كنت انزل انا وجدتي نتمشى لغايه السنترال نحجز مكالمه. في بقى مده ومدتين، هي المده 3 دقائق، فاحنا بقى ايه على حسب، نطلب مده يعني 3 دقائق، مدتين يعني 6 دقائق. وكنا نروح البيت جري عشان نستنى المكالمه اللي هيحولها لنا السنترال. كانت مكالمه دولي لان عمتي كانت عايشه في لندن. كنا دايما نمسك التليفون كده ونقعد نزعق كانه يعني صوتنا لازم يوصل للطرف الثاني في منطقته. ما هي بعيده فعلا كانها في. ايوه بالظبط كده. فنقعد نزعق نزعق ولازم نبقى دايما واقفين، ما ينفعش تبقى قاعد وانت بتتكلم. طب بتزعق طب وقف ليه؟ ما معرفش، عشان بنعمل مكالمه دولي فلازم نقف ونتكلم بسرعه عشان برضو الدقيقه غاليه. فالواحد بصراحه دلوقتي بيفتكر الايام دي معاك وبيقول طب هي الايام دي اللي كانت حلوه ولا الايام اللي احنا فيها دلوقتي؟ بص بالموبايل كده اعمل اللي انا عايزه واكلم اللي انا عايزه، ما بقتش فاهم زمان احلى ولا دلوقتي احلى. بس مما لا شك فيه ان زمان كان ليه مميزات والنهارده ليه مميزات تانية. النهارده بقت التكنولوجيا اسهل حاجه، بقيت اقدر ابعت لك رساله في ثانيه وتوصل لك في ثانيه بدل ما اقعد ابعت لك جواب ويقعد اسبوع واسبوعين. وكل واحد بيستغل التكنولوجيا دي بالطريقه اللي هو عايزها، في اللي بيستغلها استغلال كويس وفي اللي بيستغلها استغلال وحش. تمام. زي السكينه كده. اهو بالظبط زي السكينه. اقدر اموت بيها واقدر اقطع بيها الطبيخ. شفت بقى يا فندي، شويه قعدناهم مع بعض اهو بقيت معايا على الخط على طول. والله انا معاك على الخط. فاهمني بسرعه. 100 100 يا عم صلاح. بقول لك ايه يا عم فندي؟ قول يا عم صلاح. تحب تيجي تعيش في زمني؟ والله انا اخاف اخد قرار زي ده وارجع اندم فيه. الواحد دلوقتي اتعود على التكنولوجيا وتعود على الحاجات دي كلها، ما افتكرش ان اقدر استغنى عنها. يعني انت عايز تعيش في زمنك؟ انا عايز اعيش في زمني. الله عليك. عارف يا عمرو فني يا ابني، كل واحد عايش في زمنه مش راضي عنه وبيقول فين ايام زمان. واللي كانوا عايشين ايام زمان ما كانوش برضه راضيين عن عيشتهم وبيقولوا فين ايام زمان. مظبوط. على رأي شاعر صاحبنا كان طيب قوي وغلبان، قال لك يا جميل يا ماضي، قال لي انت ماضي على عقولنا، راشق في بالنا عاشق خيالنا على طول شاغلنا، في كل زنقه في كل خنقه نقول يا ريت تقدر تجينا، يا ريت تجينا وهبة تشيلنا وتنقلنا ليك، من غير شقة نفرح بقى ونتهنى بيك، ولا احنا خلاص بقينا سؤال جدا عليك، ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي، ولا خلاص وراح. نورتني يا عموره في سطوح عمك صلاح. حبيبي يا عم صلاح متشكر والله. حبيبي ده انا اللي انت متشكر. استقبلتني عندك النهارده. وانا انبسطت قوي قوي قوي. انت عارف يا عموره، انت فاجئتني لما قلت لي انا عايز اعيش في زمني. ده اداني دليل انك انت انسان صريح ومظبوط، لان اي حد يقول لك ايه يا ريتني اعيش في الزمن ده، مش كده ولا ايه؟ والله يا عم صلاح هي الواقعيه تغلب المضمون. على طول شاغلنا في كل زنقه في كل خنقه نقول يا ريت تقدر تجينا. يا جميل يا ماضي
نتمنى ليك من غير شقاء نفرح بقى ونتهنى بيك ولا احنا خلاص بقيت تقال جدا عليك ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي ولا خلاص وراح ولا انت جميل يا ماضي نلاقي الراجل مستوحى عم صلاح يلا بينا.